آخر أيضا بعيدا عن أسطورة كليات القمة، قطاع آخر هام جدا في مصر تحديدا، الآثار، من المكرمات دكتورة نجحت في فك رموز التاريخ والعمل مع المومياوات المصرية وكشف أدق الأسرار والتفاصيل الخاصة بها، الدكتورة سحر سليم، أستاذ الأشعة وخبيرة مسح المومياوات معانا، وبنقول لها صباح الخير وألف مبروك على التكريم. صباح الخير وشكرا ليكم وللاستضافة. ده احنا اللي شاكرين ليكي. يعني انا اول كتاب قريته في حياتي كان كفاح طيبة للاستاذ نجيب محفوظ، وده انا كنت في ابتدائي، يعني كنت مثلا اظن في رابعة خمسة ابتدائي، وعرفت سقن رع من الكتاب ده، وحضرتك لسه فك رموز هذه الموميا من ايام، فانا بشكرك لان انا فضل محفور في دماغي اسم سقن رع من الكتاب ده، فيعني شكرا جزيلا ليكي على الهوى بصراحة. العفو، بس كمان ده تأثير العلم على الآثار، إن إحنا بنطلع نتائج بتوعية كتابة التاريخ. يعني الكلام اللي مكتوب في كفاح طيبة ده أعيد كمان كتابته، لأن دراسة الأشعة المقطعية لمومياء سقنا رع أثبتت إن هو اللي بدأ ملحمة التحرير للغزاة الهكسوس، الهكسوس من شرق مصر خلال الجراحة. بالظبط، وأظن كمان إنها اتدرست بعد فترة، يعني في أعوام بعدي اتدرست في إعدادي في المدارس كفاح طيبة أظن، لكن الشيء بالشيء كان يذكر. يعني أنا عايز أعرف من حضرتك بقى، يعني حضرتك أول سيدة عربية تشتغلي في المجال ده، ومصر ليها الريادة بكل تأكيد بحكم الآثار الكتير اللي عندنا، احكي لنا كده القصة من بدايتها، ازاي قررت ان انت تتوجهي وتعملي وتدرسي هذا المجال؟ هي جت بان انا كنت بدرس الاشعة التشخيصية الزمالة في كندا، فلقيت ان كان 2004، فلقيت ان اللي بيشتغلوا في المجال ده هم الاجانب، وانا كمصرية غرت على اثار بلدي، بالذات ان احنا كمصريين هنحلل النتائج بشكل موضوعي وغير سياسي زي ما كان بيحصل للاسف من بعض الاجانب لما بيجوا يحللوا عن تاريخنا وعن المومياوات بتاعتنا. فمن ساعه من 2004 انا ابتديت الدراسه، وانا بدرس هناك كان وزارة الآثار كانت التفتت لموضوع العلوم مع دراسة المومياوات، فابتدت المشروع في 2005 وأنا كنت لسه في كندا. فلما جيت مصر التحقت بوزارة الآثار من 2006 إلى الآن كخدمة لآثارنا، بتساعدنا على الدراسة وعلى الحفظ وكمان على العرض المتحفي لها. دكتور سارة حر، ببارك لحضرتك، ولو تفهمي السادة المشاهدين ببساطة اختلاف تأثير استخدام الأشعة المقطعية عن زمان بقى الأشعة العادية اللي كانت بتحصل في ستينيات القرن، يعني ايه المختلف اللي قدرنا نعرفه أكتر عن هذه الآثار؟ الأشعة العادية بتؤدي إلى صورة ثنائية الأبعاد، يعني بتحط كل أجزاء الجسم على بعض وبيطلعوا على هيئة فيلم. أما الأشعة المقطعية دي أشعة متقدمة، بناخد مقاطع صغيرة قوي قوي من الجسم وبنضمهم مع بعض بحيث يبقى عندنا صورة ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد. الصورة ثلاثية الأبعاد بتخلينا نشوف كل الدقائق والتفاصيل اللي موجودة في داخل الجسم البشري أو داخل حتى المومياء أو أي شيء، ده بيصعب تماما ان احنا نشوفها في الأشعة العادية، بالإضافة كمان إلى ان الأجهزة الكمبيوتر والسوفت ويرز المختلفة بتخلينا كمان نشوف الأنواع المختلفة من مثلا لو كان ده عظم ولا مادة تحنيط ولا زي ما حصل مع سكن الرع واكتشفته طعنات ما كانتش معروفة قبل كده. تمام، سكن الرع كان فيه طعنات مخفية بمواد تحنيط
عن العيون، عن عيون البشر كلها، وكان عن الاشعه التينيه، ولكن الاشعه المقطعيه بينتها واظهرت تفاصيل كثيره عنه. طب احكي لنا اكتشفنا ايه عن سقن الرع حتى للساده المشاهدين اللي ممكن ما يكونوش تابعوا في وقت الكشف، بان يستغل الفرصه ان حضرتك معانا ونعرف ازاي حصلت الوفاه، او ازاي كيف قتل سقن الرع. سقن الرع احد المومياوات اللي احنا درسناها في مشروع المومياوات الملكيه مع وزاره الاثار، وده يعني من ضمن كمان المومياوات اللي هتروح في الموكب الملكي وتنتقل لمتحف الحضاره، وده واحد من 40 مومياء سقن الرع. ولكن هو كان مومياء مختلفه جدا وعن بقيه المومياوات اللي احنا درسناها ال40، لان كان في جراح عميقه في واضحه جدا بالعين في الوجه وفي الراس بالذات. وبما ان التاريخ لم يذكر ابدا ان سقن الرع مثلا مات في حرب او ان هو قتل في مؤامره قصر او كده، فكانت لغز محير. الى ان فحصنا الموميا في مايو 2019 ولقيت الجراح اللي ما كانتش باينه، سبع مجموعات من الجراح، وضاهتهم مع اسلحه الغزاه اللي كانوا في مصر، هم الهكسوس مظبوط محفوظه في مخازن المتحف المصري، بمضاهتها مع الجراح ديت يعني اثبت انها، مع الدراسه كانت مع الدكتور زي حواس، اثبتنا ان الجراح ديت هي فعلا من الاسلحه اللي موجوده اللي كان بيستخدمها الهكسوس. هو كنا سقط سريعا في مواجهه مع الهكسوس، وان هو ابو احمص هو اللي بدا ملحمه التحرير اللي هي يعني حملت وحفظت الهويه المصريه. بالظبط بالظبط. دكتوره سحر سليم، استاذ الاشعه وخبيره مسح المومياوات، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا جدا 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 على هذا الامر، ويعني بشكرك ايضا وبشكر كل من كان معك من فريق عمل بكل تاكيد على هذا الامر، وبنبارك لك على التكريم. نقطه مهمه قالتها الدكتوره، ان الاسلحه اللي استخدمها الهكسوس موجوده في مخزن المتحف المصري، فتخيلوا كده لو مومية سقن الرع معروضة بعد موكب الملكي لما هيتنقل إلى متحف الحضارة، هيكون هناك المومياوات الملكية ويعرض بجانبها الأسلحة الخاصة بالهكسوس الذين قاموا بقتل ملك مصر سقن الرع، أول من تحرك لدحر أو لمواجهة الهكسوس، الأسلحة تبقى موجودة جنبها. شيء عظيم جدا، عندنا أثار كتير جدا موجودة في مخزن المتحف المصري، وعندنا أثار كتيرة جدا جدا لسه بنكتشفها ولسه هنكتشف فيه يعني إيه عشرات السنين اللي جاية، ويمكن نقول مئات السنين، ما حدش عارف الفراعنة سايبين إيه وإيه. بس المهم إن إحنا نحافظ بقى على الآثار بتاعتنا، والناس اللي بتنقب وبتنخور، والناس اللي بتلاقي مسقوط وتبعت رسالة لعمك أمين لقينا حتى تصرف فيها، والمسجات اللي زي دي، يعني الناس تراعي ربنا وتراعي بلدها، تراعي بلدها وتراعي ربنا، لأن ده اسمه سرقة. مش أنت لقيتها فتبيعها، لا، أنت لقيت حاجة بتاعت مصر كلها، دي اسمها سرقة والقانون بيعاقب.